نفسي من زمان اقولك بحبك، بس ما كانش ينفع لانك اخت صاحبي. كل كلمه كتبتها في الجواب اللي قريتيه زمان كانت فعلا جوايا ليكي. جوابات ايه؟ جوابات يعني جواب زي اللي انت بعتهولي في ثانوي. يا زيت، انت لسه فاكره دي كانت تمثيليه كنا انا وحسن عاملينها عشان نضمن نمشي معاكم للمدرسه. جننت عشان بقول لك خاف من ربنا؟ انت عايز تزود فلوسك تاني ليه؟ وتزودها من ايه؟ من بيعك لاعضاء الناس؟ طب ما تاخد كليتي وتبيعها وهتزود فلوسك كمان. أكيد كلنا هنتحاسب. قصدك أم الدنيا؟ يا سلام، ما آخر كل حاجة أمها. عندي ليك مشروع ولا في الأحلام، وقلت أجي لأحسن خبير أجنبي فيك يا مصر. مشروع إيه؟ ترميم الحي القديم وإعادة بناء القدس، وعايزك معايا. تحب؟ إيه اللي أحب؟ طبعًا أحب. أنا قلت كده برضه. أنت مجنون يا ابني، تحرير إيه؟ مفيش حاجة هتحصل. كل حاجة ممكن تحصل لو كل واحد عمل ايه.